بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالإيمان واليوم الآخر، وذكرنا أن في الغالب كل من يكتب في هذا الباب يفهم على ما ذكرنا من تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ حافظ بن أحمد رحمه الله في سلم الوصول، والشارح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على الواسطية قال في شرح هذه الأمور وهذه المسائل على ما ذكرنا شيء منه في الحصة الماضية. وصلنا عند الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر، تنقسم إلى قسمين مثبتة ومنفية. منفية نفع القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. المثبتة تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة كما تقدم. الشفاعة العامة لكل موحد، للنبي عليه الصلاة والسلام، للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن الأطفال الأفراد يشفعون. الشفاعة في رفع الدرجات كما تدعو لأخيك في ظهر الغيب. والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين، أو من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. نعم. قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. حتى تنتهي إليه. وهذا قد تقدم معنا في كتاب التوحيد أنه عليه الصلاة والسلام لا يبدأ في الشفاعة حتى يأتي الإذن من الله. فالشفاعة حق لله، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. ويبقى الشفاعة وهي الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة أقوام ويدخلهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. وأما النار فلا يمكن أن يقال هذا من حق الله أن الله سبحانه وتعالى يدخل أقوام بغير إقامة الحج عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلهذا جاء في الحديث أن الجبار يضع فيها في النار قدم وفي رواية رجل. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. نعم. وهذا في سعة فضل الله سبحانه وتعالى، ما عد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة، صلى الله من فضله. نعم. قال: فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني بعد هذا التفصيل يعني لم يستوعب كل ما يكون بعد الموت، يعني ذكر منه شيء. نعم. مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وما في الكتاب والسنة فيه كفاية، فمن ابتغاه وجده. وهذا فيه أن لا نطالع هذه الكتب ونطالع ما ورد في الكتاب والسنة. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال: متهوكون، أي أشاكون أو مترددون. لو كان عيسى وفي رواية موسى عليه الصلاة والسلام حيا لما وسعنا نتبعنا. نعم. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم. لمن ابتغاه وجده. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. انتهى من هذا الركن من أركان الإيمان، الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. ثم انتقل إلى الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. وقد تقدم معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وسوف تأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني مراتب أربعة. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم، هل القلم أول المخلوقات؟ هذا قول لكنه ضعيف، يضعف ابن القيم رحمه الله تعالى. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل، أنه قبل الكتابة كان ذا أركان. في الحديث خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا فيه أن العرش موجود. طيب كيف تخرج هذه الرواية، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟ تقول إما أن القلم أول ما أمر به الكتاب، تقول أول ما دخل هذا إلى المسجد أمر بدعاء دخول المسجد، أول ما خلق أمر بالكتاب، هذا قول واضح أشكال فيه. أو أن القلم أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، نحن نشاهد السماوات والأرض، أول ما خلق الله القلم يعني أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد. وأما أن القلم هو أول المخلوقات كلها، هذا ضعف ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال فقال له اكتب. قلم يتكلم ويجيب ويسأل. نعم آمنا صدقنا وسلم. نعم. قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، يعني قبل خلق القلم. هذا لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. نعم. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. نعم. هذا الايمان بالقضاء والقدر. ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تتعاطى أسباب السعادة، لا يمكن أن يضيعك الله سبحانه وتعالى. نعم. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تدل على العلم والكتاب. نعم. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم. كتابة في اللوحة المحفوظ، وكتابة عند خلق الجنين، وكتابة حولية سنوية. نعم. قال وكتابة يومية وكتابة أسبوعية. نعم. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا يعني لم يثبت في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول علماء رحمهم الله، والأدلة على هذا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. نعم، هذا فيه الردع القدرية، ما يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يريد. نعم. لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم، هذا ردع قدرية، هو يرد الآن في سياق الكلام. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا رد على القدرية المجوس هذه الأمة، لأن الله هو الخالق، ولأنهم يقولوا أن العبد هو الذي يخلق، يخلق مع الله، يخلق أفعال. نعم. ومع ذلك فقد الآن أريد أن يجمع في الرد بين القدرية والجبرية. ومع ذلك كتب وعلم، وما يقع من شيء إلا بمشيئة الله. ومع هذا الآن الرد على الجبرية. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد إذن للعبد مشيئة وإرادة واختيار، والله سبحانه وتعالى قد علم ما العباد عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم، إذن لهم قدرة واختيار ولهم عمل. وسمى الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي، سمى العبد مؤمن وكافر وحوسب على هذا. إذن هذا معنى أن له قدرة واختيار. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين. ما معنى يحب المتقين؟ لماذا يقول يحب المتقين هنا؟ إثبات صفة المحبة تقدمت معنا، أراد بهذا أن يبين أن العبد له فعل ويفعل، والله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الفعل. هذا دليل له قدرة واختيار، ولو كان العبد ليس له قدرة ولا اختيار، إذن كيف يجازى على المحبة ويجازى على كذا؟ نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا فيه أن له قدرة واختيار. نعم. ولا يحب الكافرين. لكن قدر الله سبحانه وتعالى وقول هذا الحكمة أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يسأل ما فعلهم يسألون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما السبب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا الحكمة لعلهم يرجعون. نعم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. ولا يأمر بالفحشاء. لماذا؟ لأنه قلنا الجبرية يحتج بالقضاء القدر على المعاد، يشرب الخمر يقول له شاء الله ما شربت الخمر، يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر. لكن قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الكفر. نعم. يقع بإذنه الكوني للشرعي. نعم. ولا يحب هذا فيه ثمرة معرفة الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. الذي لا يعرف الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني قد يقع فيما وقعت فيه الجبرية. نعم. والعباد فاعلون حقيقة. لهم فعل ولهم قدر ولهم اختيار. نعم. ولهم عمل. والله خالق أفعالهم. رد على القدرية مجوس هذه الأمة. والعبد هو المؤمن والكافر. العبد مؤمن وكافر وبغ وفاجر ومصلي وصائم، إذن له فعل، وسمي بمؤمن لأنه آمن، وسمي مصلي لأنه صلى، وعلى هذا. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. تحت إرادة الله وتحت قدرة الله النافذة، ولهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حظكم أن شئتم. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر
من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، كأنه هذا أي ما جاءت به الشريعة ليس له حكمة. وقوع الشرك وقوع الكفر في الأمة في الأرض هذا بإذن الله الكون وحكمة أراد الله، لأن كل ما يقدر الله سبحانه في هذا الكون فله حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمس أشياء، إذا اختل واحد من هذه الأمور الخمس هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا. نعم. أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل قبلته. مع هذا يعني مع هذه الأصول ومع هذا الاعتقاد ومع هذا في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لا يكفرون أهل المعاصي، لا يكفرون أهل الكبائر، إذن يصفون بالإيمان الكامل؟ لا. يقول في أهل الكبائر أنهم نقصوا الإيمان، أو أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. وقلنا أن الخوارج يقول أنه في الدنيا كافر كفر أكبر، وفي الآخرة خالد مخلد خلود أبدي في النار. المعتزلة معهم في الآخرة، واختلفوا معهم في الدنيا وقالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال. الآن يريد أن يبين شبه هؤلاء والرد عليهم. ما هي شبهة الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كافر، صح أم خطأ؟ سبحان الله، اللي يعرف يرفع إصبعه. نعم أخي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كافر كفر أكبر. هذا قول خالد أعرف. لماذا خطأ؟ دليل. لا تقول خطأ وتسكت، أريد أن ترد بدليل من الكتاب أو السنة. يعني هذا مشابه. أنا ما أعرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكون كامل. يا أخي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كافر. هذا هو قول الخوارج. أعرف. إذا أردت أن ترد على هذا القول لابد أن ترد بالدليل. ما هو الدليل؟ اجلس. نعم يا أخي، إقامة الحد على الزاني، حد الزنا، هذا دليل على أنه مسلم، لأنه لو كان كافر كفر أكبر لكان مرتد، والمرتد يستتاب، إن تاب تركناه ولا قام عليه شيء. طيب، هذا الشبهة الأولى، أصبر معي. الشبهة الثانية، عندهم أدلة طبعاً، قلنا هذا، وإذا قال لك المبطل أو كذا، إذا قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سبب المسلم فسوق، وقتاله كفر أي كفر أكبر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح، قال إنما المؤمنون أخوة. طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نقول قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخ لهذا القاتل أخ للمقتول ولو كان كافر،
لانتفت الأخوة. هذا الذي يذكر الآن. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ الآن في سرد الأدلة في الرد على الخوارج، قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال ردا على من يتمسك بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا أول. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقتاله كفر، رد على هذا. وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي يعني على ملة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يسلبونه الإسلام ولا يسلبونه بالإيمان الكامل، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. ولا يخلدونهم في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. نعم. كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة أي مسلمة، يدخل في هذا الفاسق. نعم. لكن لا يدخل في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا يدخل في هذا، لأنه هنا الإيمان أعلى من الإسلام. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي كافر. ولا يسرق. أسفر. أي كافر. عند من؟ عند الخوارج. كيفية الرد؟ إقامة الحد على الزاني، هذا فيه تطهير لهذا الذنب، ذنب الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، هذا دليل على أنه مسلم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كافر؟ لا. إقامة الحد عليه. وكذلك المختلس. نعم. بعد هذا ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا قول أهل السنة، انتبه له. نقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، لا نسب الإيمان الكامل ولا ننفي عنه الإيمان بالكلية. نعم. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نصل إلى هذا؟ سلامة القلوب والألسنة. نعم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: بتحريم القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، معركة الجمل وغيره، لأن قد يؤدي هذا أن يقع في قلبك شيء، بهذا تكون السلام، وتقرأ في فضائل القوم وتترضى عنهم، لأن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في الصحابة. سلامة القلوب والألسنة. بقي الجوارح، ماتوا وما أحد يعني يستطيع أن يتعدى عليهم الجوارح الآن إلا ما يتعلق بشيء من نبش القلوب. نعم. كما وحتى لو حصل هذا لا يضرهم شيء. نعم. كما وصفهم الله به في قوله تعالى، يعني طاعة لله، في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. كتاب والسنة وإجماع الأمة في فضائلهم ومراتبهم، بل كذلك العقل. نعم. ولأن الشعبي رحمه الله قال: لو سألت اليهود من خير أصحابكم ما استطاع أن يقول إلا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت النصارى من خير أصحابكم ما استطاعوا أن يقولوا إلا الذين رافقوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت الرافق قاتلهم الله من شر أصحابكم لقال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.
لا الإسلام نصر ولا عدو كسر. أرادوا هدم الدين. طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الصحابة. نعم قال. ويفضلون من أنفق. الآن يريد أن يبين لك أن الصحابة مراتب. أولاً لابد أن تعلم أن الأمة هذه أفضل الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. وأفضل الصحابة الصديق رضي الله عنه. مهاجرين وأنصار. قدم الله سبحانه وتعالى المهاجرين على الأنصار في الجملة. يعني أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لقد قد يأتي أنصاري أفضل من مهاجر. لكن انتبه، لا يمكن أن يأتي تابعي واحد أفضل من صحابة. لا يمكن. فالصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمة وأفضل القرون بالجملة وبالأشخاص. مفهوم؟ لكن قد يأتي في أتباع التابعين من هو أفضل من تابع. لو استشكل إنسان وقال طيب أويس القرني مستجاب الدعوة، هل هو أفضل من صحابي؟ ما يمكن ثبوت الفضل الخاص يستلزم ثبوت الفضل العام، والحمد لله. مفهوم؟ نعم. هذا لم يأتي إلا في قرن الصحابة. وشرف الصحبة يأتي ولو بلحظة. من اجتمع، ولا يصح أن تقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج بهذا الأعمى وهذا إشكال. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نعم، ومات على ذلك ولا تخللت ردة على صح الأقوال. نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية. وكل وعد الله الحسنى الصحابة كلهم في الجنة. هذا من حيث جملة. ما الدليل؟ وكل وعد الله الحسنى أي الجنة. لكن فلان بعينه في الجنة سوف يأتي معنا. لا نشهد لأحد بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فالمهاجر جمع بين الهجرة والنصرة، والأنصار نصر. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. الآن أريد أن يبين لك من شهد لهم الله سبحانه وتعالى وشاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة. أهل بدر في الجنة. نعم. وكانوا 318. نعم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومنهم حاطب رضي الله عنه. لا نستطيع أن نتكلم بكلمة واحدة في قصة حاطب رضي الله عنه بعد أن جاء الثناء عليه من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كل واحد له. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الشجرة هذه هي التي كانت تحت بيعة الرضوان. دخل عثمان رضي الله عنه إلى مكة فبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم أشيع أن عثمان قتلته قريش، فقال عليه الصلاة والسلام من يبايع على الموت، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان تحت الشجرة. هذه الشجرة قطع عمر رضي الله عنه حماية لحمى التوحيد. نعم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس
عقبة ثابت بن قيس بن شماس نعم. وغيرهم من الصحابة. طيب أهل بيعة الرضوان وأهل بدر والعشر مبشرين بالجنة، بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، رجل يسمى ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس قم واخطب، جهوري الصوت، صوته مرتفع. عندما نزل قول الله تعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت كان يرتفع صوته وهو لا يقصد هذا، فجلس في بيته خائف يبكي رضي الله عنه. بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من حسن الرعاية، حسن الرعاية، يسأل عن كل أحد، عن الصغير وعن الكبير. سليمان عليه الصلاة والسلام تفقد، وهذا من حسن الرعاية. هدهد عرف سليمان لم يأتي، نعم عليه الصلاة والسلام، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبشره عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو الوحيد والله أعلم الذي نفذت وصيته بعد موته، ثابت بن قيس بن شماس، أوصى وهو ميت، رأى أحد العسكر في الجيش زمن الصديق رضي الله عنه، وكان قائد الجيش خالد رضي الله عنه، فرآه في المنام فقال له الذي متاع عند فلان عند البرمة والخيل تستن وكذا وأوصي بكذا وكذا، خالد رضي الله عنه نفذ جزء من الرؤية، ذهب وجد متاع ثابت وكذا، بقي ماذا؟ تنفيذ الوصية، رجع للصديق فنفذ الصديق الوصية بعد الموت. ثابت شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت زوجة ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت دين ولا خلق، يعني رجل ما تظن في هذا، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، ما استطاعت أن تبقى معه لأنها مؤمنة تريد أن تقيم حدود الله مع زوجها. وهذا الذي يعني نذكر به الأخوة دائما، يعني الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، ليس من حسن العشرة أن يعني ما أصنع بعض الشباب هدانا الله إياه يعني قل أتزوج عليك وأصنع، ليس من حسن، هذا من سوء العشرة. لو نرجع إلى تفسير الآية وعاشروهن بالمعروف، نعم الكلام في هذا يطول، لكن زوجة ثابت رضي الله عنها قالت لا أعيب على ثابت دين ولا خلق، نعم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه أزواج، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. نعم قال ثابت بن قيس بن شماس أمهات المؤمنين، شهد لهم شهد لهم بالجنة أمهات المؤمنين، نعم قال وسيأتي بإذن الله. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا جاء بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه؟ كان يقول للرافضة هذا عندكم إمام على زعمكم، وهم والله كذبوا في هذا، قال هذا إمام عندكم، وهذا الكلام معلوم عن علي متواتر عن علي رضي الله عنه، قال هذا الكلام على منبر الكوفة أمام الملأ وشهدت الأمة بهذا، شهد بماذا؟ قال من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. نعم
وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. عندنا قلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم خير الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفضل الأمة الصديق، ثم عمر، وفي الخلافة عندنا ترتيب أربعة مرتبين بإجماع الأمة، من خالف في ترتيب واحد منهم فهو كافر كفر أكبر. أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفي الفضل أبو بكر ثم عمر. وقد اختلف بعض الصحابة في تقديم عثمان على علي في الفضل، أما في الخلافة لا يمكن أن يشكك أحد، ومن شك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نقل هذا عن الإمام أحمد، فهو أضل من حمار أهله، ضال مضل، نسأل الله السلام العافية، استعمال الغلظة في موضعها. ولا شك أن الدين فيه استعمال غلظة في موضعها. إذا الخلافة لو شكك واحد في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة أو في الترتيب فهو كافر كفر أكبر، أجمعت الأمة على هذا. أما في تقديم عثمان على علي في الفضل، هذا لو قال قائل أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنهما هذا لا يكفر، لكن لو قال الأولى بالخلافة أننا نقدم في الخلافة علي على عثمان رضي الله عنهما فهذا كافر كفر أكبر. مفهوم؟ مع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عندما قدم عثمان رضي الله عنه في البيعة وفي الخلافة هذا فيه أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. نعم هذا في الفضل. أما استقر الأمر على أن الخلفاء أربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة في الفضل، أما في الخلافة يضلل إذا قدم علي على عثمان رضي الله عنهما في البيعة. نعم لكن الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. استعمال الغلظة في موضعها. نعم ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أهل البيت، محبة أهل البيت لماذا؟ للسببين والله أعلم، للإيمان وللقرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح هم بنو هاشم ومواليه فقط. نعم وأمهات المؤمنين لا شك في هذا. نعم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم، الله أعلم، غدير خم. نعم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. نعم وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، بعض قريش الله أعلم، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم. نعم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. نعم
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا. لا، لأن من مات في الآخرة، لأن من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي زوجته في الجنة. نعم، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، أم كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم رضي الله عنه من ماريا. إذن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنه، إلا إبراهيم فهو من ماريا. نعم، قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد إذا ما لحمه تأدمه، إذا ما الخبز تأدمه بلحم، فتلك أمانة الله الثريد. يقول: كيف وأنت وقصعة من ثريد أقربها وتقول هل من مزيد، أو أقربها وتبقى عنها بعيد. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنها. البعض قدم خديجة رضي الله عنها، والبعض قدم عائشة رضي الله عنها. الله أعلم، أن البعض جمع بقوله أن خديجة رضي الله عنها أفضل في الابتداء، وعائشة رضي الله عنها أفضل في الانتهاء. في أول الأمر آزرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في الدعوة بنفسها وبمالها رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة رضي الله عنها حفظت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتاح يكون على ما جاء عن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتب ألفت في أيهما أفضل، فقير صابر أو غني شاكر. اختلف الفقهاء، اختلف العلماء، ألفت مؤلفات فيها. حل الإشكال شيخ الإسلام وقال: أفضلهما أتقاهما عند الله، وارتاح. قل: الله أعلم. نعم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. الآن أراد أن يبين طريقة الروافض وكيفية الرد عليه. نعم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. نعم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، وقلنا الناصبة نصب العداء لأهل البيت ردا على الرافضة قابلوا البدعة ببدعة، وأهل السنة توسطوا. نعم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. حفظ الله سبحانه وتعالى سيوفنا من الوقيعة في هذه الحروب التي دارت، لابد أن نحفظ الألسنة والأعين من النظر والآذان من السمع، لا تسمع لا ترى لا تتكلم إلا بخير. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب عن بعض الحكماء، قال: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مثلهم مثل العين، ودواء العين تركهم السمع، لا تقربهم إلا بخير، ولا تقرأ إلا في محاسن القوم. قوم أفضل ما قدموا، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، ماذا تصنع بعدها؟ نعم، ويقولون إن هذه الآثار. الآن عندنا أمور مروية في الصحابة فيها شيء من الكلام، ماذا نصنع؟ ماذا يصنع أهل السنة بهذه الآثار المروية؟ منها ما هو ضعيف، والضعيف ضعيف ولله الحمد. طيب، يبقى معنا الصحيح، سوف يتكلم عنه شيخ الإسلام. نعم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم
منها ما هو كذب منها ما هو كذب انتهى ومنها ما قد زيد فيه منها ما قد زيد فيه كلمة واحدة قد تقل لك المعنى زيد فيه زيد فيه يزيد كلمة واحدة أحيانا تقلب لك المعنى معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين معاوية سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يأكل ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأكل ثم سأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال يأكل فقال أشبع الله بطنه لزام على شيخ الإسلام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطل إلا ولزام على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه وضع هذا الحديث في المناقب معاوية رضي الله عنه كيف؟ ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال أيوة من سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة قالوا بهذا الدعاء كفر ذنوب معاوية كاملة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام من قبله وكذلك الجيش الذي يركب البحر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وغير هذا فقال معاوية كثيرة جدا كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص ونقص يعني يترك شيء من الكلام ولا يكمل البقية نعم وغير عن وجهه غير عن وجهه كما في قال أشبع الله بطنه نعم والصحيح منه الصحيح الآن انتهينا كذب زيادة نقص تغيير اترك هذا كله عندنا أمور صحيحة ماذا تقولون فيها أهل السنة قال والصحيح منه هم فيه معذورون هم فيه معذورون لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاف له أجرا وإذا أخطأ خطأ مغفور وله أجر على اجتهاده نعم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وإذا أخطأ خطأ مغفور لأنه مجتهد ويأخذ أجر على اجتهاد هذا أولا نعم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره نعم قال نحن نعتقد العصمة في من عصم الله أنبياء ورسل عليهم الصلاة الصحابة غير معصومين صحيح لكن الصحابة رضي الله عليهم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي هذا أولا ثم لو وقع منهم شيء افترض أن وقع منهم شيء لو وقع منهم شيء يكون قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له أو أتى بحسنات تمحو وحسناتهم كثير بل حسنات الصحابة تتضاعف نعم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لا ما بلغ مد أحد ولا نصيف حسناتهم تتكاثر ما لا تتكاثر لغيره أو كفر عن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة أهل السنة يدعون لهم يدعون للصحابة السابقة للإسلام الجهاد كذا هذا في الذنوب المحققة فكيف بأمور اجتهدوا فيها ثم الذي القدر الذي ينكر عليهم نزر يسير في حسنات القوم حسنات كثيرة وهذا نزر يسير لا كاد يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الحجاج بن يوسف قال الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات مغمورة في بحر سيئاته نبغضه ولا نحبه نعم الصحابة رضي الله عليهم حسنات كثيرة جدا ذلك فضل الله يأتي من يشاء نعم لا كان ولا يكون في الخلق مثله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نعم بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة تجوز عليهم الذنوب في الجملة لكنهم أبعد الناس عن الذنوب أعطيكم مثال عندما تكلم الناس إخواننا لابد أن ننتبه هذه القصص في الكتاب والسنة جاءت للعبرة والاتعاظ تكلم الناس في قصة أم المؤمنين عائشة في الإفك
على النفاق تكلم. سمع صحابي هو زوجي سمع عن هذا الكلام الذي في أم المؤمنين عائشة، فقال لها: نحن نرى ونظن أن الله سبحانه وتعالى ما اختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة النساء، ونحن نعلم أن عائشة رضي الله عنها أفضل منا. لو كان هذا الفعل حصل من عائشة رضي الله عنها فهو يحدث منا من باب أول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قالوا: ما يمكن يقع هذا من عائشة، لأن نزه نفسنا عن وقعها، ما بالك بأم شوف يا أخي، انظر إلى حال الصحابة وقت الكلام ونقل الكلام. وتتسمع اليوم، أذكر لكم قصة، اسمعنا قصة. عالم من العلماء ذهب إلى دولة الإمارات يعقد دورة، وأنزلوا هذا الشيخ في فندق 5 نجوم، وهذا يعني ما يعرف يعني الفنادق ولا يعرف كذا، نزل في الفندق وظل فيه طيلة الدورة. انتهى من الدورة ورجع للسعودية. جاء الأخ الذي يعني يحاسب على الفندق وأخذ الفاتورة، وإذا فيها أن هذا عليه فاتورة مرتفعة جدا، خمور، في كل يوم يشرب متوسط من 5 إلى 6 قوارير كبيرة. هذا الأخ يقول: كيف أدفع مال بالخمر؟ والله ما أدفع. فهو متردد ماذا يصنع، يدفع، يتصل على هذا الشيء، كيف يفاتح شيء يقول يعني تشرب خمر وأنت تعطينا وعظ يعني دورة علمية وكذا. فالمهم متردد وكذا، يتصل قال: والله اتصل ولا أدفع. فاتصل على الشيخ قال: السلام عليكم، والله يا شيخ يعني هؤلاء أظهروا لي فاتورة فيها أنكم يعني تشربوا في كل يوم من 5 إلى 6 قوارير خمر. قال: سبحان الله، أنا في كل يوم عندما أرجع من الدورة وأنا متعب أفتح هذا الثلاجة أجد فيها القوارير، أقول: أعوذ بالله، والله لابد أنه غير منكر، أكسرها. وهم يحسبوا عليه ولا يدري. فقال: الحمد لله أنه يعني هذا ما طلع يعني هو يشرب. يا أخوانا، يعني في أمور لابد يعني تحسن الظن. أي نعم، اليوم بعض الناس يبني كل شيء على ساعة الظن. نعم. قال: بل تجوز عليهم من السواب، لهم من السواب السابقة للإسلام والفضائل. نعم. ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، هذا إن صدر، ولهم أبعد الناس عن الذنوب. نعم. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم، حسنات الكافر. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو بتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، هذا في الذنوب المحققة ذكر هذا، فما بالك في أمور اجتهدوا فيها. والمجتهد إن أصاب فله أجران، أخطأ فله أجر واحد، وخطأ مغفور. نعم. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة تبين له أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم بعد الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. خيرة القوم. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم. وما يجري الله على أيديهم. نعم. إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد ورسوله.